الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي أو رسول، فقال بعض العلماء إن فيهم، والذي يظهر لي أنه ليس فيهم رسول، لأن الله تعالى قال في إبراهيم ونوح: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، فالصحيح أنه ليس منهم رسول. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، خطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء أيضا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، وأقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لأن الجن يسمون رجالا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكن أصرح ما فيها هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح.